حرب ووحشية كما قالت بشلي. مقاتلو الإقليم المتمرسون بالقتال انتقلوا من الدفاع إلى الهجوم، ومسألة أديس أبابا أشهر إن لم يكن أسابيع. هذا ما يتوقعه في زحفهم من تيغري باتجاه العاصمة. أسقطوا مدينتين كامبولشا وديسي تبعدان عن أديس أبابا بنحو 400 كيلومتر. مصاعب أبي أحمد لا تأتي فرادى. جيش تحرير أرومو المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيغري دخل بدوره إلى مدينة كيميسي يفصلها نحو 320 كيلومترا عن أديس أبابا في العاصمة. حال الطوارئ ككل البلاد استنفار. من لديه من المدنيين سلاح استعاده وجهزه، مؤن وغيرها. رئيس الوزراء يحاول التلويح بالسيناريو الأسوأ لتجنب الأسوأ. حذر من إثيوبيا، ليبيا أو سوريا. لجأ لسلاح فعال لكن غير حاسم. غارات جوية على الإقليم المتمرد لرده إلى بيت العقل والطاعة، لكن الميدان يميل إلى الإقليم. فمنذ يونيو يتقدم المتمردون، شقوا طريقهم إلى أمهرة وعفر في الطريق بين العاصمة والإقليم. انتهاكات، جرحى ونازحون واغتصاب وانقسام في الشارع. نحارب أو نسالم. ስለዚህ ወጣቶች በሚያደርጉት ሙያ ነው መከላከል እንፈልገው ኦሬዲ እስከ ግንባር መዝመት አለብ የሚል ሐሳብ አለ እጭ ብሎ መተቸት ፌስቡክ ላይ መሰለውን መናገር በብሔር ተቧድኖ መቧጨቅ ሳይሆን ተደራጅቶ በቃ አገሩን አካባቢው ላይ አካባቢውን መጠበቅ አለበት የቻለ መዝመት አለበት መንግስትም ህዝብም ተረባርቦ አካባቢውን በመጠበቅ ሰፈሩን በመጠበቅ ቤትም ሲያከራይ ሌላም ሌላም ነገር ሲያደርግ ሰዎችን ይወቃቸው መጀመሪያ እነማን እንደሆኑ ችግሩ ያለው